طيب كابتن وليد صلاح الدين شاف ان السيطره كبيره للاهلي وان الاهلي او المباراه على بعضها حلوه، هل ده راي نجم وكابتن الاتحاد السكندري الكبير الكابتن محمد عمر؟ هل منصف للاهلي ولا لا؟ نشوف. يعني واداره نموذجيه من بابا فاسيليو، يمكن بدات تقريبا من بعد التبديلات الهجوميه الحقيقه، غامر بشكل كبير جدا. يمكن الكره عايزه تنصفه، احنا طبعا يعني مش مفروض بنتكلم في الحالات التحكيميه، لكن انا شايف الكره انصفت نادي الاتحاد السكندري. والحاجه الثانيه اللي هتكلم فيها المهدي سليمان، هبدا بيها الكلام، يعني ليه هو راجل المباراه؟ كلنا شفنا المهدي سليمان النهارده الحقيقه رجل الحقيقه بالمعنى، وكان حائط صد منيع جدا في كرات مستحيله انها تتصد الحقيقه، لكن كان الحقيقه تركيزه كان عالي جدا. فالحقيقه مهدي كان له دور كبير جدا في انه يطلع بالنتيجه التعادل رغم الفرص القليله لنادي الاتحاد السكندري. نتيجه عادله يا كابتن؟ هي عادله للظروف المحيطه، لكن هو الاهلي اخطر مش كلام. المهدي لوحده مطلع 5 كرات صعبه جدا، لكن الاهلي طبعا كان افضل وضيع فرص كتيره جدا في عدم توفيق فيها، لكن العدل مش بالضروره ان انا احسن ومسيطر ومضيع. الكره مش عادله عامه، مش عادله. لا، ما احنا قلنا الكره مش عادله، يعني لا يمكن النتائج تتسق او ما تضمنش انها تتسق مع واقع الاداء في الملعب يعني. لكن المهدي سليمان، وهنا لازم اقول حاجه، يعني كثير ما يتقال لك لولا الحارس المرمى. طب ما حارس المرمى لاعب في الفريق، لما يجيد دي مهمته، لما يجيد يقدر يعمل او يعني يفيد فرقته جدا. أيوة. فلما يكون اللاعب اللي بيجيد ده حارس المرمى لا يبقى مؤثر جدا جدا. يحسب المهدي انه دي كره جميله جدا. يعني او صدها فرصه من 3، يعني فرصه 3 مركبه. وشفنا بس حاجات. بس هي اللقطه بتاعت الكره ثبتت في حضن المدافع وايده ولا في ايد الحارس؟ يعني لو في هو انا نثبتها ونجيبها، بس يبان من هنا ان اللاعب سبق الحارس. لا، اللقطه الكادر اللي قبل ده على طول. لا يعني انت لما تشوف مش هتيجي. لا استنى، شوف ساعه ما اتلعبت. مين اللي تعامل مع الكوره؟ استنى. قبل الحارس كان اللاعب. باينه يعني. طيب ديت وهيصد وهترجع الثالثه، بقى الشوطه الثالثه اللي بعد دي على طول، دي الرابعه كمان. هي دي حطها بطن رجله. ايوه. مين لو سبتت بقى؟ لا ما واضحه ماشي ماشي، بس يا استاذ يعني الكره عليها، نشوف الكره في ايد مين بس. مين المهدي فين ولا الكره راحت فين؟ ايوه الكره راحت للعيب، راحتش للمهدي. مش هيقدر يجيب كلوز عليها، لكنه لو اتشافت هي كده في ايد الباك، مش كده يا استاذ ابراهيم؟ اشرح بطريقه اسهل. المهدي فين واللعيب فين والكره فين؟ الكره لما راحت ما كانش المهدي في طريقها. اللي كان في طريقها اللعيب. غريب ان الناس ما خدتش بالها. اهي ادي الايد اهي. اهي شايف ايد اللعيب. الكره في ايد اللاعب وهو على الارض. ايوه. الناس اللي اتكلمت من خبراء التحكيم مش كتير راح للقطه دي. يعني ده انت صادد الكوره، ده انت حاضنها. ما هو ده لما يكون الاراده بقى، هل الفار ما شافهاش؟ يعني واضحة. هو على طول المادي جيري راح واخدها. طب المادي جات له من اللعيب بتاعه. هو راح خدها منه، سيبها لنا. وهي فين بين دراعاته على الارض.